أعلن المدرب التركي فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي قائمة فريقه المستدعى لخوض مباراة قيصر سبورت في السوبر ليج التركي. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبارتو. جالاتا سراي يحل غدا مساء السبت بتمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة ضيفا على قيصر سبورت في المباراة التي تقام على ملعب قادر هاس ضمن لقاءات الجولة 30 من الدوري التركي. مصطفى محمد لم يشارك في مباراة جالاتا سراي الماضية أمام سيفاس سبور بسبب طرده في مباراة أنكارا جوجو، وقام الاتحاد التركي لكرة القدم بإيقافه لمباراة واحدة، وشهدت قائمة الفتح الأوروبي عودة المحترف المصري بعد انتهاء إيقافه، وجاءت قائمة جالاتا سراي لمباراة قيصر سبور في الدوري التركي كالتالي: في حراسة المرمى موسليرا، أوكان كوسوك، في خط الدفاع عمر بيرم، كريستيان لوينداما، مارسيلو ساراتشي، ماركوس دو ناسيمينتو تكسيرا، وفالنتين أوزورنوافور، في خط الوسط أنتاليالي وأوجينكارو إيتيبو ومارتن لينيس وكريم أكتور كوغلو وإمري أكبابا وجيديسون فرنانديز وسوفيان فيجولي، وفي خط الهجوم هنري أونيكورو وريان بابل ورادميل فالكاو ومصطفى محمد وإمري كلينيتش وأردا توران. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.